هي الطيارة اجت طبت علينا 5-6 أهداف، ونحن هون ما عنا لا جيش حر ولا جيش نصر ولا عنا هون جبهة ولا عنا شيء، محل سكني وأطفال تصرخ وتعيط وهالنسوان وليك هدوا المحلات. نحن امبارحة كنا بيركين بأمان الله الساعة تقريبا 1 الظهريات بيركين، العالم بيرك عم ترزق الله، كل من بيرك فتح محله وكل من بيرك على شغلته وعملته، لا عندي مقر ولا عندي شيء. فتفاجئنا الطيارة اجت على المحل هذا وراحت اشو وضربت هوني، راح إصابات كثيرة ولله الأمر، يعني لا في عنا مقر ولا عنا يعني شيء مقاومي أو ما عنا شيء نائيا، ما عنا غير رحمة رب العالمين. أغار الطيران الحربي بعدة غارات وبأكثر من 19 غارة جوية على بلدة محنبل وريفها، ما أدى إلى استشهاد 5 وثلاثة أطفال وإصابة 13 آخرين. وتضمن القصف على كل من بيدر شمس ومحنبل وجدراية والبدرية والصحن والنيب، كما استهدف السوق الشعبي في بلدة محنبل وتدمير مركز لبيع الوقود، واستهدف مدرسة في قرية البدري.